عليكم. اليوم بنغطي بصورة يعني شوي تفصيلية طريقة الإديتينج حق البيوتي، شلون شنو الطريقة اللي أنا شخصيا أستخدمها حق أوصل إلى النتيجة والريزولت اللي تشوفونها في الصور مالتي. طبعا الطريقة اللي بنستخدمها او اللي بنسويها اليوم بتكون ميكس بين اكثر من طريقة موجودة في تحصلونهم في الانترنت ويستخدمونهم اغلب المصورين. راح اشرح عن كل طريقة وكل ستيب قاعد اسويه خطوة بخطوة. طبعا اللي بنسويه اليوم شوي بيعتبر ادفانس، فالمفروض ان على الاقل الواحد يكون عنده خلفيه في استخدام برامج الايديتنج والتعديل مثل اللايت روم والفوتوشوب. طبعا انا طريقه شغلي ان كل الصور في البدايه تكون عندي موجوده في اللايت روم، واساس انه يكون كل شيء عندي مرتب والكتالوج كل شيء مرتب، ومن اللايت روم راح اطلع الصور واشتغل عليهم في الفوتوشوب. طبعا في طريقتين، في طريقه ان اول شيء ابتدي اقدر اعدل في من خلال اللايت روم نفسه، اعدل على الالوان واعدل على الاشياء البيسك من كونتراست واكسبوجر وهاي الامور، او ان اقدر اسوي كل شيء في الدايركت في الفوتوشوب. الطريقه اللي اليوم راح ابدي فيها واستخدمها بتكون كل شيء في الفوتوشوب. طبعا هاي الطريقة اللي اليوم بستخدمها في البداية، في بداية الإديت. هاي الطريقة تعلمتها من او اللي مشهور في هاي الطريقة المصور المشهور جول جرايمز، راح اكتب لكم اسمه. طبعا جول جرايمز من اشهر المصورين، وله ستايله واسلوبه الخاص في التصوير وفي تركيب الصور وفي الإديتينج. انا شخصيا رحت دورة عند هاي المصور، وايد تعلمت وايد استفدت، واليوم بحاول افيدكم شوي واعطيكم من التكنيكس مالينا. فراح ابتدي بالطريقة الاولى او بالجزء الاول بالطريقة اللي يستخدمها جول جرايمز، وبعدين راح نواصل على الايديتنج وتنظيف الصور وتنظيف البشرة من خلال طريقة اللي هو يسمونها الفريكوانسي سيبريشن. طبعا الفريكوانسي سيبريشن حاليا هي اشهر طريقة للإديتنج، واغلب المصورين او الريتاتشرز يستخدمون هاي الطريقة اللي هي الفريكوانسي سيبريشن. وشوي شوي مع الخطوات راح اتكلم واراويكم شلون نسويها. طبعا اول شيء راح ابتدي، ما راح المس اي شيء في الصورة هني في اللايت روم، وراح اطلعها للفوتوشوب، بس راح اطلعها للفوتوشوب كسمارت اوبجكت. فراح اختار رايت كليك على الصوره، اديت ان، اوبن از سمارت اوبجكت ان فوتوشوب. راح تفتح لي الصوره في الفوتوشوب على الرو. ليش سمارت اوبجكت؟ سمارت اوبجكت اساس اقدر اغير في الصوره، في الوان الصوره وفي كل شيء من الصوره بدون ما تخترب عندي الصورة، او بدون يسمونها الطريقة non destructive، ان اقدر ارجع بعدين واعدل لو ما عجبني هاي الشيء. فاول ما تفتح الصورة اذا كانت كسمارت اوبجكت بتشوفون هاي الايكون هني الصغير على الصورة في اللايرز. هاي الايكون اذا اسوي له دبل كليك اضغط عليه راح تفتح لي الصورة في الكاميرا رو. في الكاميرا رو عندي كنترول كامل على الصورة، نفس الاشياء اللي موجودة في لايت روم. طبعا شنو استفيد منهم؟ ان لو غيرت اي شيء وما عجبتني الصورة اقدر ارجع، ما بيكون تو ليت، ما في داعي ان انا اسوي اندو او اي شيء ثاني، اقدر ارجع في اي وقت واعدل على حسب الشيء اللي انا ابي. طبعا مثل ما قلنا بنستخدم اول شيء الاسلوب اللي يستخدمه جول جرايمز. جول جرايمز اساسا اسلوبه انه هو يسحب الكونتراست من الصورة ورجعها بطريقة ثانية تعطي شوي افكت احلى للصورة،
وألوان شوي مختلفة. طبعا أكثر شيء هاي الأسلوب حق صور ثانية غير صور البيوتي، لكن حتى في صور البيوتي للحين يعطي فيل ويعطي شيء حلو في الصورة أنا أحب أستخدمه شخصيا. فأول شيء راح نسحب الكونتراست، راح نسحب الكونتراست تقريبا للأخير ونرفع على الشادوز. اوكي، وعلى البلاكس شوي. طبعا الاكسبوجر انا اشوف انه ما في اي مشكلة في الاكسبوجر فما راح العب فيه. نقدر نعطي شوي فايبرنس حق الالوان وشوي كلاريتي. طبعا الصورة هني تكون فلات ما فيها اي كونتراست، وبعدين انا برجع الكونتراست وبرجع الديتيلز مرة ثانية. اضغط اوكي. انزين الحين ابي اسوي كوبي حق هاي اللاير وكوبي ثاني من هاي اللاير. طبعا لان سمارت اوبجكت فلازم انا اسوي كوبي ثاني كسمارت اوبجكت، ما اروح اسوي كوماند جي لان هاي بيعطيني كوبي من هاي اللاير، انا ابي كوبي ثاني كسمارت اوبجكت. فبيكون رايت كليك نيو سمارت اوبجكت فيا كوبي، هذه بيعطيني واحد منفصل ان انا اقدر اغير في اي واحد بروحه ما بيأثر على الثاني. بروح حق اللاير الجديد. اوكي، سوينا كوبي ثاني من اللاير. نفتح الكوبي الثاني اللي هو فوق الجديد اللي سويناه نفس الطريقة، دبل كليك بيفتح لنا مرة ثانية الصورة على الكاميرا رو. في هاي المرحلة شنو راح اسوي؟ راح اشيل الالوان، طبعا اروح حق هاي التاب اللي فوق اللي هو HSL واسوي له convert to grayscale. ليش؟ عشان اتحكم في الالوان كل لون بروحه. هني هو صج متحول لgrayscale black and white، لكن للحين عندي تحكم في الالوان مثل ما تشوفون في تحكم حق كل لون لحاله منفصل. فانا راح اتحكم في الالوان، الاورنج راح يفتح او يغمج البشره عندي، انا راح شويه افتحها. اوكي، عندي البلوز بياثر لي شوي على الباك جراوند. اوكي، طبعا احاول ان انا ما اروح يعني اوفر على اي لون من الالوان لانه راح يبين في الصورة. اوكي، طبعا بجرب شلون بتكون النتيجة، ولان انا على سمارت اوبجكت فانا اقدر ارجع واعدل لين يعجبني الريزولت. نطق اوكي، تعطيني الصورة البلاك اند وايت فوق الصورة اللي كان عليها الالوان. اروح حق البلندنج مود واختار اوفرلاي او سوفت لايت على حسب كل واحد شنو بيعطيني، بختار اي واحد بخلي. عادة الاوفرلاي بيكون الافكت وايد اقوى وما يصلح اذا كان حق بيوتي. رجع مثل ما تشوفون، رجع الكونتراست حق الصورة، رجعت الالوان حق الصورة بس بطريقة مختلفة عن الاصلية، بس مثل ما قلت لكم الاوفرلاي وايد قوي فنخليه سوفت لايت اهدأ واحلى. اذا في شيء مثلا الحين احس انه لا يحتاج تعديل اقدر ارجع مرة ثانية حق الكاميرا رو واعدل. فبعدل على الصورة الاولية، احس انه شوي صاير هني عندي الاكسبوجر مع هاي الادت صاير شوي وايد، ما بنزله من الاكسبوجر بس بنزله من الهايلايت من الوايتس شوي وبجرب وتشوف شنو النتيجة. خف صار أحسن. طبعا لحد الآن احنا ما بدينا في أي تعديل في الصورة نفسها ولا يعني في التنظيف للبشرة أو أي شيء، احنا مجرد تعديل ألوان وتعديل إفكت. هاي الصورة
هاي الريزولت الحين مال هاي الطريقه مثل ما قلت لكم، هاي الطريقه الاوليه. طبعا اذا انتم يعني اذا عاجبكم الريزولت تقدرون توقفون عند هاي النقطه ما تعدلون اكثر، او تقدرون بعد تلعبون في الالوان وتلعبون لين توصلون للمرحله او النتيجه او الشيء الفاينل اللي يعجبكم. انا حاليا عجبتني هاي البدايه، فراح ابتدي عليها وواصل ادخل في مرحله الفريكوانسي سيبريشن. طبعا يفضل ان الحين انا اسوي فلات حق الصور حق اللايرز، فاسوي فلاتن ايمج رايت كليك فلاتن ايمج، فدمج لي التو لايرز اللي كانوا سمارت اوبجكت دمجهم في لاير واحد طبعا، وهاي اللاير بيكون ما بيكون سمارت اوبجكت، راح يتم مثل ما هو عليه اوبجكت عادي او لاير عادي. الحين راح نبدا في مرحله الفريكوانسي سيبريشن. طبعا هاي الخطوات وهاي الاشياء انتم تقدرون تسجلونها كاكشن اكشن باتن، عشان بعدين في المستقبل بس مجرد ما يحتاج تعيدون هاي الخطوات كلها، بس مجرد تختارون الاكشن باتن ويكون كل الخطوات عندكم. يعني انا اوريدي عندي اكشن باتن جاهز، انا مسيفه في كل الخطوات مالتي، بس انا اليوم براويكم شلون تسوون الخطوات خطوه بخطوه. طبعا اول شيء لازم اسوي تو كوبيز حق اللاير نفسه اللي انا موجود عليه. ف طبعا عشان اسوي كوبي بيكون كوماند جي هاي كوبي 1 وكوماند جي بقى واحده، فصار عندي تو كوبيز. الباك جراوند او اللاير الاصلي انا بخليه عشان اراويكم بعدين شنو صار او شنو الفرق في الصور اللي هو بيفور اند افتر. اوكي بنسوي رينيم حق اللاير اللي فوق بنسميه هاي، واللاير التحتي بنسميه لو. الحين راح اضيف فلاتر على هاي اللايرز، هاي الفلاتر هم اللي بيسوون لي الفريكوانسي سيبريشن ميثود اللي بشتغل عليهم. وبقول لكم الحين كل لاير شنو يسوي. بنروح حق اللاير الاولي اللي هو لو، وبنختار فلتر نويز دست اند سكراتشز. اوكي هاي تقريبا الراديوس بيكون على 15 بكسل. هو شلون اعرف؟ على حسب الصورة، بس عادة الصور اللي من الكاميرات الدي اس ال ار هاي يكون الرقم اوكي مقبول حقهم، انه بحيث ان انا ما اشوف خطوط واضحة في الصورة. اوكي انه هو قاعد يمحي لي الخطوط من الصورة. اوكي اذا تبون تشوفون انا راح اسكر اللاير اللي فوق، اوكي بسكر اللاير اللي فوق فراح تشوفون شلون مسح لي شوي الديتيلز مال الصورة. اوكي ارجع اللاير اشغله. اوكي اروح حق الفلتر اللي هو او سوري اللاير اللي فوق اللي هو هاي، وراح اقول ايمج apply image. اوكي apply image راح اختار، لازم اعدل في السيتنجز اللي هني موجودين، فبقول له layer بختار اللي هو low. اوكي وبقول له subtract. اوكي سبتراكت من اللاير لو، بخلي السكيل على 2 والاوفست على 128. اوكي بطق اوكي راح يعطيني هاي النتيجه. بغير في البلندنج مود وبختار لينير لايت. اوكي الحين ما قاعد يبين عندي اي فرق، كاني ما سويت اي شيء، بس انا فصلت
فصلت الديتيلز اللي في الصوره لشغلتين، لديتيلز سكن ديتيلز وستراكشر مال الديتيلز مال السكن، واللاير اللو هو مسؤول عن الالوان فقط، الالوان ما في اي سكن ديتيلز لان انا مسحتهم هني، بس في الوان. والهاي بيكون في اللي هو بس مثل ما قلنا السكن ديتيلز. فهاي اللاير اللي بشتغل عليه في تعديل وتنظيف البشرة، واللو هاي اللاير اللي بشتغل عليه في تعديل الالوان مال البشرة. اوكي اخليهم في جروب، انا اختار تو لايرز واعطيك كوماند جي عشان يكونون في جروب واحد، واقول له اسميه سكن مثلا او فريكوانسي سيبريشن او اي شيء تبغاه. اوكي الحين راح اسوي راح اسوي لي شيء يساعدني حق ان انا اعدل في الصوره، فراح اضيف adjustment layer black and white. بلاك اند وايت ادجستمنت لاير طبعا لا فوق الجروب بخليه اوكي، وراح اسحب الريد لاخر شيء. اوكي ليش سويت هاي؟ هاي قاعد يطلع لي الحين يبين لي ويوضح لي العيوب اللي في الصوره بشكل اوضح. طبعا هاي مجرد ادجستمنت لاير يساعدني وقت الايديتنج، هذه ما راح اخليها، هاي بس عشان انا اشوف العيوب واشوف وين الاماكن اللي راح اعدل فيها. اوكي خلينا نبتدي نعدل شوي في البشرة. طبعا وايد اسهل اذا كان عندكم حق الايديتنج اللي هو القلم الواكم التابلت، وايد اسهل واسرع في الايديتنج، وايد اسهل من الماوس واسرع. ف بنختار الهيلينج براش اوكي، واختار اللاير اللي هو الهاي. الهاي مثل ما قلنا هو اللي بيكون مسؤول عن العيوب والاشياء اللي في السكن في الديتيلز. طبعا كل ما الواحد يروح زوم اكثر كل ما يكون عنده دقه وتشوف افضل، لان عشان في نفس الوقت انت لازم تستخدم الهيلينج براش بحجم صغير عشان يكون عندك ادق والريزولت يكون عندك انظف، لان هاي كلها بيكسلز انت قاعد تحركها وقاعد تغير محلاتها و ف مثل ما قلنا احنا على الهيلينج براش. الهيلينج براش قاعدين احنا مجرد ان احنا ناخذ سامبل من مكان نظيف في البشره اوكي، ونملي فوق المكان اللي نبي نعدله او ننظفه. اوكي فانا اخذ سامبل من هاي المكان واشيل، انظف بهاي الطريقه كل العيوب والاشياء اللي عندي في الصوره من حرار او بلمشز او 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 اي شيء في الصوره ابغى اشيله. بهاي الطريقه انا قاعد اشيل وانظف بس التكستشر مال السكن من غير ما اتدخل في الالوان وبدون ما اسحب اي لون من مكانه. يعني لو ما كنا مسوين هاي الطريقه الفريكوانسي سيبريشن شنو راح يصير؟ راح يصير ان انا لو خديت ستامب من اي مكان راح يجيب لي مو بس التكستشر، راح يجيب لي التكستشر او اللي هي المنطقه اللي انا قاعد اخذ منها ستامب، التكستشر واللون. زين اللون يمكن في هاي المكان اللي قاعد اسحب منه مو نفس المكان اللي بوديه، فبيصير عندي اختلاف في الالوان وبتصير تقريبا الصوره شوي مرقعه على الالوان مالتها، ما راح تكون نظيفه. ومثل ما تشوفون انا ما احتاج ان انا امسح السكن، انا مجرد انظف السكن، فكل مسامات وملامح البشره موجوده مكانها، ما قاعد نغير اي شيء فيها. طبعا لازم تاخذون وقتكم، ما تستعجلون في هاي المرحلة، كل ما تكونون أدق كل ما بتكون النتيجة أفضل. السرعة ما تفيد في الإديتنج، مو بفخر إن الواحد يقول أنا خلصت الإديتنج بسرعة،
بالعكس، كل ما تطول في الصورة كل ما بيكون شغلك أنظف والريزولت مالك وايد أحسن. طبعا هاي المرحلة بتطول شوي وبتاخذ وقت، فأنا راح أطوف الفيديو أسرع يعني في هاي المرحلة، وأول ما أخلص نرجع نتكلم. سوينا تنظيف سريع للبشرة، طبعا عشان تشوفون البيفور اند افتر شنو سوينا. هاي اللي سويناه، بس مجرد تنظيف حق العيوب اللي في البشرة من غير ما نلمس ملامح البشرة او نشيل اي شيء من الملامح الرئيسية للبشرة. اوكي، خلصنا من هاي المرحلة، الحين نروح حق layer اللي هو low frequency. هاي بيكون مسؤول عن مثل ما قلنا الألوان. مثل ما تشوفون في يعني blotches يسمونهم، أو تشوفون يعني الألوان ما قاعدة ما صايرة smooth مع بعض، مو بألوان الميكب ولكن ألوان البشرة نفسها والإضاءة على البشرة، فتشوفون في بعض dark spots أو مثلا في سبوتس الهايلايتس فيها شوي اقوى يكون من محلات ثانيه. فاحنا اللي راح نسويه في هاي المرحله ان احنا مجرد ندمج هاي الالوان بحيث انه يكون الترانزيشن او التحول من المنطقه الدارك ليل برايت يكون يعني بصوره سلسه وما تكون واضحة أو تأثر أو تخرب من ألوان الصورة النهائية. فشلون راح نسوي هاي الشيء؟ مثل ما قلنا أول شيء نختار هاي اللاير اللي هو اللو، ونختار لازو تول اللي هو نقدر نختار فيها ونحدد المنطقة اللي نبيها. فعلى سبيل المثال عندنا هاي المنطقة فوق هنا مثل ما تشوفون عندي دارك ويمه في برايت، وهني نفس الشيء في مثل الخط بين المنطقتين. فأنا عشان أدمجهم فأنا راح أسوي سيلكشن بسيط على هاي المنطقة بس. أوكي، وطبعا السيلكشن لازم يكون فذر شوي، فأنا هني عندي 9.8 10 is fine. أوكي، بعدين أختار فلتر وأقول له بلر جوزيان بلر. شنو صار؟ تلاحظون الفرق هني، كان في خط يبين الحين صار سموث اكثر، التغيير بسيط جدا. طالع الحين لما اشيل البريفيو طالعوا هاي المنطقة هني شنو راح يصير فيها، هاي قبل هاي عقب. هو تغيير جدا بسيط بس مجرد يدمج الالوان. الراديوس تقريبا على 20 بيكون اوكي. في بعض المحلات لازم شوي اقلل بعد حتى على هاي الرقم، لان اذا كانت محلات قريبة من الرموش او غيره او
محلات اللي فيها ديتيلز، اساس انا ما اسحب الديتيلز وايد. فقول له اوكي، وواصل ان انا اختار كل المناطق اللي فيها هاي الاشياء واسوي لها نفس العمليه. اروح لفلتر بلاير جوزيان بلاير، اطق اوكي، وواصل تدرج الالوان او الاضاءه بيكون هو الهدف الرئيسي. طبعا اقدر اضغط كوماند اف عشان استخدم الفلتر نفسه الاخيري اللي كنت مستخدمه اذا ما ابي اغير فيه اي شيء. اوكي، عندي هاي المنطقه اذا تلاحظون شلون هني دارك وهني برايت، احاول ادمجهم شوي مع بعض. التدرج يكون أرتب. نفس الشيء هنا. هنا إذا تلاحظون في عندي بعض هاي الأماكن السوداء الدارك الحين راحت وصارت ميرج، اختلطت مع الألوان. اوكي، بكمل بس راح اشيل البلاك اند وايت عشان تقدرون شوي تشوفون الفرق وقت اللي احنا نضيف الفلتر. واخذ هاي المنطقة مثلا. اوكي، اختيار المناطق كل ما يكون أصغر يكون أفضل، اختار كل منطقة بروحها عشان ما يكون في تداخل كبير. اوكي، في عندي بعض الأماكن اللي بيكون التدرج فيهم أكبر مثل هاي منطقة التشيك بون، المنطقة اللي فيها البلاشر، هاي راح استخدم لها طريقة ثانية. راح اختار هاي المنطقة مثل ما تشوفون هنا تقريبا في مثل الخط، فعشان يتم هاي التدرج سموث وفي نفس الوقت ما يخرب ملامح الميك اب نفسه، راح اختار هاي المنطقة او العظمة. اوكي، بس ما راح اسوي لها جوزيان بلر، راح اختار فلتر بلر موشن بلر واخلي حركة البلير في عكس الخط. فانا عندي الخط كذي صاير، فانا لازم اخلي البلير يكون يعني كروس عكسه عشان يمشي التدرج عليه. ما راح اخليه بنفس اتجاهه، راح اخليه بهاي الزاوية عشان يكون بهاي الطريقة. اوكي، شوف البريفيو قبل، شوف عقب، وايد انعم وارتب بدون ما اخرب اي شيء من ملامح مالت الصورة او مال الميك اب. طبعا لازم تعرفون شيء مهم، ان البيوتي اديتنج هو مجرد تنظيف للبشرة للعيوب اللي في البشرة من غير ما اتدخل في الميك اب نفسه او ان انا اغير ملامح الميك اب نفسه، لان هذا يعتبر يعني غش ان الميك اب تكون مسويه شيء وانا اروح اغيره لها. حتى هاي الخطوط مثلا بنفس الطريقه اقدر اروحها بالجوزيان بلر. جوزيان بلر من غير ما ياثر على مسامات وملامح البشره، لاني قاعد اشتغل على اللو فريكونسي لاير، فمجرد قاعد احرك الوان تحت التكستشر مال البشره، يعني انا ما قاعد نهائيا اغير البشره. مثل ما شفتوا تعديلات بسيطه وسريعه بس وايد تاثر في الصوره.
خلنا نراويكم شنو سوينا before and after. شفتوا شلون الفرق؟ تغيير بسيط بس وايد انظف وعادل. اذا بسوي زوم لاحظ ان للحين عندي ملامح البشرة ومسامات البشرة واضحة وما في اي مسح حق اي شيء من البشرة. اوكي انزل الحين اقدر ارجع حق اشياء ثانية اعدلها. يعني عندي هاي الشعر اقدر اشيله الحين بنفس الطريقة على الهاي، او اقدر انظفه بعدين على لاير بروحه. انا افضل ان انا بعدين ارجع له وانظفه في لاير ثاني بروحه من غير ما المس هاي اللايرز. اوكي اذا خلصنا من هاي المرحلة تحسون انها عجبتكم حلو، فنسوي ستامب، ستامب حق اللايرات الموجودة، لان هاي اللايرات انا ما ابي ادمجهم مع بعض، بس ان انا احتاج منهم لاير الحين يكون كفاينل. يعني الصورة اللي قاعدة تشوفها الحين ابيها تكون في لاير جديد بروحها، فانا اسوي ستامب من اللايرات الفيزيبل. طبعا عشان اسوي هاي الشيء لازم ابند البلاك اند وايت، اوكي، والشورت كات ماله او الاختصار ماله شيفت الت كوماند ويا اي. شنو سوى؟ اعطاني لاير جديد، هاي اللاير في كل اللايرات اللي تحت اللي فيزبل اللي انا اشوفها يعني. اوكي فالحين لو سكرت اللايرات اللي تحت ما راح يفرق عندي شيء، لو شغلته ما راح يفرق عندي شيء، لانه ياخذ اللاير هاي جامع الكل. فهاي اللاير كانها الحين الستارت الجديد مالي، او كان الباك جراوند ايمج مالتي. زين الحين بروح حق خطوه دوجن بيرن. الدوجن بيرن هي اللي بعدل فيها الاضاءه في الصوره، الاضاءه من ناحيه هايلايتس وشادو، يعني برسم ملامح الوجه مره ثانيه، بعدل الاماكن اللي تحتاج لها تفتيح مثلا او تغميج بصوره بسيطه. عشان اسوي هاي الشيء لازم اسوي نيو لاير، هاي النيو لاير بسميه دوجن بيرن. اوكي اسوي نيو لاير واروح حق اديت فيل 50% جراي. اوكي واقول له اوكي، اروح حق البلندنج مود ونختار اوفرلي. طبعا الحين اي شيء راح اسويه راح يكون على هاي اللاير، فاقدر عندي كنترول ان انا اخفف اشيل لو غلط لو سويت اي شيء انه ما يخرب لي الصوره اللي انا قاعد اسويها، ما يشتغل دايركت على الصوره. وهاي الشيء حق اللي مستخدم الدوجن بيرن من قبل، لو بستخدمه دايركت على السكن راح يحرق الصوره او يسوي لي الوان مختلفه، بس اذا كان على هاي اللاير الجديد اللي هو 50% جراي ما راح ياثر في الوان الصوره، مجرد راح يغير لي في الاضاءات اللي انا ابيها. اختار الدوجن بيرن تول من هني واتاكد ان انا قاعد اشتغل برسنتج كلش بسيط، يعني انا هني قاعد اشتغل ب 3% عشان يكون التغيير بسيط جدا وتاثيره مو بوايد قوي على الصوره. طبعا شنو الفرق؟ الدوج هو اللي يفتح والبيرن تول هو اللي يغمج، وتقدرون تنتقلون بين الدوج والبيرن مجرد ان انتم تضغطون على الالت فهو يغير. يعني مثلا الحين انا مختار الدوج، فاي كليك بطقه بيفتح لي، بس في نفس الوقت اذا ابي اغمج بس مجرد ان انا اضغط على الالت واتم ضاغط على الالت فهاي بيحول لي الى التول الثاني اللي هو البيرن، بدل ما كل شوية اروح اغير من هني مجرد ان انا استخدم الالت واروح اشتغل. فالحين انا بشتغل اول شيء على البيرن، ففي البيرن شنو بسوي؟ راح اغمج بس على الاماكن اللي المفروض
تكون شوي أغمج مثل الحواجب عندي، تغيير بسيط مثل ما قلت لكم، احنا قاعد نشتغل على 3%، فما بتلاحظون وايد الفرق الحين وانا قاعد اشتغل، بس بعدين بتشوفونه وقت اللي بسوي لكم بيفور اند افتر. بغمج شوي الرموش، شوي عند الحمرة، اوكي. الحين برسم شوي ملامح الوي اللي يسمونه كونتورينج، طبعا بالبيرن اطراف الوي نفسه بشكل بسيط جدا. اوكي نمشي هنا شوي، اوكي بشكل جدا بسيط. راح استخدم دوج، راح افتح لان هني المنطقة المفروض يكون فيها هايلايت. اوكي من الاضاءة راح شوي افتح عليها، نفس الشيء هني عندي المفروض يكون فيه هايلايت شوي. النوز المنطقة اللي فيها هايلايت راح اخليها هايلايت، ما راح اغير فيها شيء. اوكي المحلات اللي تحتاج بيرن راح اعطيها بيرن شوي. هذا يعطيني شوي ملامح حق الصورة بشكل بسيط جدا ما يتلاحظ بسرعة، بس بيفرق في الريزولت. طبعا عندي العين اقدر شوي افتح عليها، بعدين براويكم بعد شنو تسوون حق العين نفسها عشان تراجعون الديتيلز في العين، وهاي شيء اوبشنال يعني تقدرون تسوونه وتقدرون ما تسوونه في حال ان الصورة كانت اوكي عندكم. زين في مثلا بعض الاماكن هني يعني جدا بسيط يمكن ما تشوفونه، اذا سويت زوم هني عندي شوي دارك وشوي برايت، فهاي اقدر اعدله بالدوجن بيرن تعديل بسيط. افتح المكان اللي دارك واغمج المكان اللي برايت، فراح يكون الموضوع انظف. خلنا نشوف شنو سوينا. هاي اللي سويناه تغيير بسيط، بس رجع لي شوي مثل الكونتراست في الصورة او ملامح في الصورة. اوكي اذا احس انه اوكي عجبني اقدر انتقل للخطوة اللي بعدها. هني يحتاج تفتيح شوي. نفس الطريقة أقدر أخذ بعد أسوي stamp بنفس الطريقة اللي هو shift alt وcommand وE، وباخذ stamp بعد على الليارات الفيزبل اللي هو بيكون damaged layer dodge and burn. ليش أسوي هاي الطريقة؟ لو سويت أي شيء غلط وبغيت أرجع سهل، أنا كل شيء عندي موجود اللايرز كلها موجودة، فسهل ان انا ارجع لها اي وقت. لو مثلا سويت شيء ما عجبني او حبيت ان ارجع للمرحلة اللي قبل كل شيء بيكون موجود. انزين في اشياء حين تحتاج تعديل بسيط
براويكم اللي هو عندي الستركتشر مال الواي يحتاج شوي تعديل في الليكوفاي، فراح اسمي هذه اللاير ليكوفاي عشان بس اعرف كل لاير شنو انا سويت فيه، وبختار الفلتر ليكوفاي. اوكي هني في اشياء بعدلها وفي اشياء انا ما ابي ان هي تحرك، ما ابي ان هي تخترب. فاول شيء راح اختار هاي الماسك، فهاي الماسك ان انا بحدد الاماكن اللي ما ابيها تتغير، ما ابيها تخترب او تتحرك من مكانها. ف راح اختارها المحلات اللي ما ابيها ان هي تخترب، راح اسوي لها ماسك. اوكي بختار مرة ثانية بعدين الراب تول اللي هو اللي بيحرك لي بصورة دقيقة، ولازم أكون يعني خفيف، يدي خفيفة وأنا أحرك، لأن لازم ما أحرك وايد، أنا مجرد اللي بسويه تعديل بسيط. في الستركتشر مال الواي يعني تقدرون تقولون كأني قاعد أسوي حاليا عملية تجميل. بس عشان أراويكم إمكانيات، طبعا أنا هاي ما استخدمها في كل الصور إلا إذا الصورة فيها شيء يحتاج تعديل. طبعا في بعض الأوقات مو بشرط إن في عيب في وجه الشخص اللي قاعدين نصوره او الموديل، بس ساعات يكون سبب هاي الشيء الاضاءة او الزاوية اللي ماخذين منها الصورة او نوع العدسة في بعض الاحيان لو كانت وايد، فبتسوي لي ديستورشن في يعني بعض الاماكن اللي يمكن الواحد يشوف انه كأنه عيب في وجه العارضة، بس هو لا، هو مجرد خطأ إضاءة أو خطأ زاوية، ونقدر نعدله بشكل بسيط في الفوتوشوب. إذا خلصت أمسح الماسك وأشوف إذا في مكان ثاني يحتاج تعديل، أحس إن إي نفس الشيء أسوي ماسك على المكان اللي ما بيخترب. أوكي كان اللي ما بيتحرك او يخترب سوي عليه ماسك، نفس الشيء تعديل بسيط. خفيف. نشوف الفرق قبل عقب، غير بسيط جدا بس وايد يفرق في الصورة. طبعا نفس الطريقة لو واحد يبي يعدل اي شيء ثاني في الصورة من ناحية هي يكون مثلا شعر او اي شيء خشم، كله بهاي الطريقة اللي سويناها قبل. الحين بعد راح اسوي دوبليكيت حق هاي اللاير، مو لازم اسوي ستام، بسوي دوبليكيت حق هاي اللاير وبسميه هير، وبعدل فيه الشعر. ف
فحق تعديل الشعر انا افضل انه يكون الستامب تول، لان الخلفيه عندي سوداء، فسهل ان انا اخذ الستامب تول واشيل هاي الشعر اللي طالع زياده او اللي يسمونه البيبي هير، عشان بس انه تكون الصوره شوي انظف وارتب. مثل ما لاحظتوا انا ما غيرت اي شيء في الميك اب ولا غيرت اي شيء في التسريحه ولا سويت اي شيء، مجرد تنظيف بسيط وتعديل حق الصوره النهائيه. طبعا هاي الصوره قديمه عندي، و من الصور اللي وايد احبهم ومن الفوتوشوت اللي وايد احبهم. طبعا هاي كان فوتوشوت مع صالون ديفا، فصالون ديفا هو اللي هم اللي مسوين الميك اب والشعر، وما شاء الله مثل ما تشوفون شغلهم وايد ممتاز، اللي ما غيرنا اي شيء، وشفتوا انتو كل شيء قبل الاديت وقبل الفوتوشوب، عشان لا حد يقول ان هاي صورة فوتوشوب ومو بصج. احنا هاي طريقة الاديتنج البروفيشنال اللي اغلب المصورين البروفيشنال والمصورين اللي يشتغلون في البيوتي يستخدمون هاي الطريقة من الاديتنج، لهذا السبب صورهم تكون حلوة وفيها مصداقية ما فيها غش، لأن مثل ما تشوفون تعديل أشياء بسيطة ما تأثر أصلا على الصورة، مجرد تكمل الصورة. طبعا الاستخدام النهائي للصورة انت كمصور مفروض تعرف من قبل لا تبدي تصور حق شنو قاعد تصور وشنو الهدف من الصورة او السبب اللي خلاك تصور هاي الصورة وشنو بيكون الاستخدام النهائي حق هاي الصورة، لان هاي راح يأثر على طريقة الاديتنج اللي راح تستخدمها، في نفس الوقت بيأثر على الالوان والصوره النهائيه الفاينل. يعني اذا كانت هاي الصوره حق الميك اب ارتست وتبي تراوي شغلها وتبي تراوي الوان الميك اب، فانت ما راح تقدر تغير الوان الصوره، لان لازم تكون الالوان الطبيعيه والالوان الحقيقيه هي اللي موجوده. بس لو كانت هاي الصوره لا حق استخدام ثاني، مثلا حق مجله او حق صورة حق العارضة نفسها أو بورتريت شخصي أو حق مجوهرات أو أي شيء ثاني غير الميك اب، فعندك بيكون مجال أوسع في الإديتنج وتقدر تستخدم إفكتس أكثر أو ألوان أو تونينج مختلف بحيث إنه تطلع بصورة أجمل وراح أراويكم أمثلة الحين شنو نقدر نضيف وشنو نقدر نسوي. فسوينا تعديل بسيط حق الشعر، ما راح أتعمق في هاي النقطة وايد الشعر، بس مجرد عشان أراويكم شلون الإديتنج مال الشعر أو تنظيف الشعر، بس ما راح اكون وايد دقيق هني. الله خلى شوي بعد نعدل.
اوكي خلصنا من الشعر. طبعا يفضل انه بين فترة وفترة تغير حجم الصورة، زوم ان زوم اوت، عشان تقدر تشوف اذا فيها اي عيوب ثانية او اي اغلاط ثانية. الهدف من الاديتنج او شنو هو الاديتنج او ليش الواحد يسوي اديتنج. شوف احنا انا مسوي زوم، حصلت شوي شعر يحتاج انه تنظيف. الاديتنج هو اخطاء في الصورة وانا احاول اصحح هاي الاخطاء، مو اغير من ملامح الصورة وايد، ولا ان انا اسوي شيء ما قدرت اسويه وقت التصوير. المصور الفنان واللي يفرق في شغله ان الواحد لازم يقدر يطلع صورة زينة من الكاميرا. في الفوتوشوب او الاديتنج يكون الاعتماد بسيط جدا، عشان بس تعديل او تصحيح بعض العيوب في الصورة، بس مو بالغرض منه انه هو يحل مكان المصور. في النهاية انت مصور، فلازم تكون عارف شنو تسوي وشلون تصور وشلون تضبط الاضاءات عشان تقدر تطلع باحسن الصور، ويكون موضوع الاديتنج اسرع واسهل عندك، ويكون اشياء بسيطة جدا. طبعا انا ما راح وايد اشتغل على الشعر، لان الشعر يحتاج له وايد شغل اذا بسوي الصورة بيرفكت. بس مثل ما قلنا احنا لازم نخلي الصورة ريل كثر ما يكون، وهاي حق مجرد هدف ان انا بس راويكم طريقة الاديتنج، فما راح ادقق وايد في هاي الاشياء. راح اراويكم الحين شلون كانت الصورة قبل، شلون وصلنا، وبنواصل ما خلصنا احنا، بس هاي كان بيفور افتر، بيفور اند افتر. اوكي بنواصل. الحين انا في هاي المرحلة دايما اروح حق الادجستمنت لاير، حق تعديل شوي في الالوان وفي الاضاءة. بس خلنا نشوف موضوع العين. انا عادة ما اسوي وايد اديت حق العين، بس مرة واحدة خلنا نراويكم. فنفس الشيء بعد بسوي دوبليكيت لاير وبسميه ايز، وبروح للعين. طبعا عشان ارجع العين لان هي سنتر اوف اتراكشن، فاي واحد بيشوف الصوره في البدايه اول شيء بيطالع العين، فاحاول شوي ارجع لها البرايتنس مال البياض مال العين، واسوي فيها شوي كونتراست. ف راح ارجع حق الدوجن بيرن تول، وبصوره بسيطه راح افتح البياض. شكل بسيط. مثل ما قلنا ما نروح وايد اوفر في الاديتنج، لان بعدين بيبين ان هاي الشيء مو بواقعي مو بريل. اوكي بعدين اسوي بيرن حق حدود السواد والخط. اوكي يعني مجرد ارسم اغمج عليها. اوكي في بعض المصورين او بعض الريتاتشرز يحبون يرجعون شوي شاربنس، يعطون شوي شاربنس في العين. انا مو دائما استخدمه، لان المفروض تكون العين شارب، فالمفروض يكون وقت التصوير الفوكس بوينت على العين. هني انا عندي شارب العين، بس راح اراويكم ان مثل ما قلنا هاي مجرد انا قاعد اراويكم طرق الاديتنج. انا راح اختار او اسوي تحديد للعين. اوكي
بشكل سريع وراح نشوف النتيجة شلون تكون، إذا نبيها ولا لا. اوكي، بعدين نروح للفلتر شاربن، نسوي لها ان شارب ماسك. شيء بسيط، نبي يكون مويد before and after. اوكي شيء بسيط، نقول اوكي ونشيل السلكشن. خلينا نشوف before and after بس مال العين. اوكي هسه وايد صار، بس لان هاي الاديتنج كان او الادجستمنت كان على لاير بروحه، فاقدر اخفف على الاوباسيتي مال اللاير لحد ما يكون الشيء معقول، ما يكون اوفر. اوكي شيء معقول. انزين الحين لان انا عندي هاي اللاير الاوباسيتي ماله مو كامل ومقصر عليه وعندي لايرز وايد تحت، فالحين انا وصلت لمرحله نهائيه في الصوره، فيفضل ان انا اخذ ستامب مره ثانيه للصوره بنفس الطريقه، شيفت الت كوماند واي راح يعطيني ستامب حق كل اللايرز اللي موجودين تحت. والحين اقدر اخلي الادجستمنت لايرز مالي اللي ابيهم حق ارجع شوي من الوان الصوره او شوي من الكونتراست او او او. في وايد طرق وايد اشياء، فمثلا اقدر اخلي بلاك اند وايت ادجستمنت واغير البلندنج مود لسوفت لايت، اعطاني كونتراست وايد في الصوره بس نزل الاوباسيتي شيء قليل 17 ل 20%. شوف الفرق، اعطاني مجرد كونتراست حلو بسيط في الصوره. اوكي اخذ ليفلز عشان شوي طلع من الهايلايتس في الصورة، شوي اعطيها كونتراست في الصورة، نفس الوقت تعديل بسيط. شوفوا الافكت جدا خفيف. في شيء انا دايما احب اسويه ان انا اخذ هيو ساتوريشن ادجستمنت لاير، في الهيو ساتوريشن انزل من الماستر ساتوريشن شوي، اسحب يعني على الالوان شوي. اوكي لي ماينس 7 واختار الريد، نفس الشيء انزل عليه، واليلو انزل عليه. خلينا نشوف الفرق. كانت شوي الصوره فيها حمار اكثر في السكن تون، وانا خففته بشكل بسيط جدا، ما صعب تلاحظ بس وايد يفرق في الفاينل لوك. زين مثل ما قلنا يعتمد على شنو استخدام الصورة، يعني لو كان الاستخدام حق ميك اب او حق هاي الاشياء، يمكن حتى هاي الهيو ساتوريشن لاير انا ما اسويه عشان اخلي الالوان، لانه هو صدق بسيط بس يعتمد. لو كانت صورة بس مجرد صورة فنية او صورة انا بعلقها عندي، اوكي اقدر احط عليها اشياء اكثر. اذا انا ابي الشاربنس مال الصورة اقدر اخليها مثل ما هي، اذا انا بخليها تكون كصورة مثلا مطبوعة او شيء بيكون الفيل مالها مختلف، فاقدر ان انا اروح اضيف بعد adjustment layer زين اللي هو exposure واغير في الاوفست، هاي يعطيني تقريبا الافكت مال الصوره لو كانت ان الصوره بتكون مطبوعه في مجله او في اي شيء راح تكون بهاي الصوره. بس طبعا مو كل من يحبها ولا كل من ولا يعتمد على الاستخدام، مثل ما قلنا اذا كانت حق ميك اب وحق هاي يفضل انه من غير هاي اللاير، بس مجرد ان انا اراويكم شلون نسوي.
نشوف البيفور اند افتر. هاي كانت الصورة في البداية وهاي صارت في النهاية. ما بنتطرق لتدخيل اي الوان ثانيه او اي افكت ثانيه على الصوره، لان في النهايه هذه صوره بيوتي، صوره ميك اب، فراح خليها لهني كفايه. طبعا في بعض الصور تحتاج اديتنج اكثر، في بعض الصور تحتاج ستيبس اكثر، من ناحيه ان لو الصورة كانت تحتاج شاربنس او تحتاج ديتيلز في طرق شلون انا ارجعها، لو الصورة كانت تحتاج في منطقة بس معينة ان انا اخفف اكسبوجر او ان اغير في الليفلز او اي شيء، ونستخدم ماسكس وغيرها. بس انا افضل هاي الطريقة ان كل شيء يكون على لاير بروحه. ما استخدمنا اي ماسك، ما استخدمنا اي شيء اليوم، بس عشان يكون الموضوع اسهل والكل يقدر يستخدم هاي الطريقة، تقدرون تجربونها وتشوفون شنو الفرق في الريزولتس مالكم. أتمنى أن كل شيء كان واضح. إذا في أي أسئلة أو أي شيء تحبون أن نوضحه زيادة، تقدرون تخلون أو تكتبون في الكومنت تحت وإن شاء الله راح أرد عليكم، وإن شاء الله استفدتوا، وان شاء الله في حلقات جايه وفي بختار لكم صور ثانيه، مو بشرط انها تكون بيوتي، وراويكم شلون طريقه الايديتنج مالها في المستقبل. بس خلينا نشوف تفاعلكم ونشوف الكومنتس مالكم، وان شاء الله ما بنقصر وياكم. شكرا ونشوفكم على خير.